هل يجوز أن يتمنى الإنسان الموت؟ نعم، ولكن يعلق دعاءه بالموت على الصلاح إن كان صلاحه بذلك، كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى في دعاء مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند أحمد وغيره كان من دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إن أردت بي وبقومي فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الدعاء الحسن الطيب الذي أخرجه مسلم في صحيحه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة سببا لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، واجعل الموت راحة لي من كل شر.